هو بيقول لي هنا ايه؟ what is the bandwidth or what is the band of frequencies occupied by channel 3 و channel 5؟ وايه المشكلة؟ what problem what would arise؟ المشكلة اللي هتظهر لو في شبكة واي فاي بتعمل transmitting على channel رقم 3 موجودة في نفس الرينج الخاص بالشانل رقم 5. فدلوقتي احنا هنروح على channel رقم 3. الشانل رقم 3 center frequency بتاعها كان 2422 جيجا هرتز، والخمسة كانت 2432 جيجا هرتز. يبقى السنتر فريكونسي عارفينه هنا والسنتر فريكونسي هنا، احنا هنعمل ايه؟ عايزين نجيب اللور فريكونسي. اللور فريكونسي يبقى المفروض ان احنا هنطرح 10، يبقى نقول 2422 ميجا هرتز دي 2422، هنطرح منها 10 ميجا هرتز. انا حولت من جيجا هرتز لميجا هرتز عشان اعرف اخلي عمليات الحسابيه مظبوطه. يبقى نطرح منه 10، يبقى المفروض انه هيكون 2.412 ميجا هرتز. طب عشان احوله من ميجا لجيجا هرتز هنقسمها على 1000، معنى كده انه هيكون 2.412 جيجا هرتز. طب الهاير فريكوانسي، الهاير فريكوانسي نجيبه ازاي؟ ان احنا نزود عليه على السنتر فريكوانسي 10 ميجا هرتز. يبقى السنتر فريكوانسي بتاعي اللي هو 2.422 جيجا هرتز هنزود عليه 10 ميجا، بس نحوله الاول من جيجا لميجا، يعني نضرب في 1000. فلو انا الرقم اللي موجود عندي ده ضربته في 1000 يبقى العلامه العشريه هتختفي، يبقى هيكون 2422 ميجا هرتز. نزود عليه 10 يبقى المفروض انه يبقى 2432 ميجا هرتز. نقسم على 1000 عشان نحوله لجيجا هرتز، يبقى 2432 جيجا هرتز. نتنقل اللي بعده اللي هو الشانل رقم 5. الشانل رقم 5 السنتر فريكوانسي 2.432 جيجا هرتز، اضرب في 1000 عشان تحولها لميجا، يبقى 2432 ميجا هرتز. نطرح منها 10 عشان نجيب اللور فريكوانسي، يبقى المفروض ان اللور فريكوانسي هيبقى 2422، نقسم على 1000 عشان نرجعه للجيجا هرتز، يبقى 2.422 جيجا هرتز. طيب ده كان اللور فريكوانسي. الابر فريكوانسي هنزود عليه على السنتر فريكوانسي 10، يبقى هيكون 2432 ميجا هرتز زي ما اتفقنا، زائد 10 هتديني 2442 ميجا هرتز. اللي هيطلع من هنا المفروض ان احنا بنقسم على 1000 عشان نحوله لجيجا هرتز. طيب هو بيقول لي يا ترى ايه المشكله اللي هتحصل لو كان في شبكه بتبعت اشاره على الشانل رقم 3 وفي شبكه ثانيه قريبه منها بتبعت الاشاره على الشانل رقم 5؟ الفكره انه رقم 3 رقم 5 زي ما حضراتكم شايفين في الرسمه هنا في نوع من الاوفرلابنج ما بينهم، فممكن يديني ايرور. لو رسمناهم هنلاقي السنتر فريكوانسي الخاص ب 3 هيكون 2422 اللي هو هنا، والسنتر فريكوانسي الخاص ب 5 هو هنا، فهيبقى فيه نوع من الاوفرلابنج جوه المنطقه دي، يبقى هيديني ايرور. يبقى هنا بيقول لي channel 3 and 5 are overlapping channel so some interference، بعض التداخل ممكن يحصل. If they exist within the same area، لو كانوا موجودين في نفس المنطقة. نفس السؤال ده جه أكتر من مرة في الامتحان، بس في آخر امتحان عمل حركة كده، راح جاب الشانل رقم 3 مثلا وجاب الشانل رقم 8. الشانل رقم 3 أهيت والشانل رقم 8 مثلا أو 11. 3 و11 هنحسب نفس الخطوات. قال له لو هل هيظهر في مشكلة ما بين 3 و11؟ لو حضراتكم تلاحظوا إن 3 و11 مفيش أي نوع ما بينهم، مفيش أي نوع من الانترفيرنس أو التداخل ما بين الترددات الموجودة هنا والترددات الموجودة هنا، فهو كان تريك بس، هو متوقع إن الطالب حافظ الإجابة، فيجي يقول له آه هيحصل انترفيرنس ما بين الشانل رقم 3 والشانل رقم 11،